Good morning, Grade 7. We continue Activity 3, Photosynthesis, Production of Organic Matter on your book page 37. فإذن المرة الماضية حكينا عن Necessary Elements for Photosynthesis. شو بحاجة لGreen Plants لحتى تعمل عملية الفوتوسينتيزيز يعني تصنع غذاء تصنع الأورجانيك ماتر؟ قلنا بدها Water, Mineral Salts, Light, Carbon Dioxide وكلوروفيل. بده يكون تحتوي على كلوروفيل. اليوم حنشوف شو بيصير عنا during photosynthesis. What happens during photosynthesis؟ خلال عملية الفوتوسينتيزيز شو بيصير عنا؟ Observe document F on your book page 37. Chlorophyllic plants synthesize organic matter from mineral salts and water which forms the crude sap. فإذا خلال الفوتوسينتيزيز ال plants produce organic matter بتصنع الorganic matter من خلال ال water والmineral salts اللي هن بيكونوا مع بعضهم الكروت ساب. فإذا water plus mineral salts بيكونوا لنا الكروت ساب اللي بتاخدهم البلانتس من السويل عبر root hairs تسحبهم بالشعيرات الموجودين على الجذور. The synthesis is accomplished in the presence of light. عملية الفوتوسينتيزيز يعني the production of organic matter بتصير in the presence of light بوجود الضوء. It is characterized by absorption of carbon dioxide and liberation of oxygen. فإذا خلال الفوتوسينتيزيز the plants تاخد الكربون دايوكسيد وبتطلع بتكبلنا الأكسجين بالهواء. Exchange of gases takes place through stomata. فإذا في عنا الغاز exchange يعني أخذ الكربون دايوكسيد والليبريشن of oxygen بيصيروا بالليف بالأوراق تحديدا بفتحات موجودين بالأوراق اسمهم ستوماتا. هودي الفتحات موجودين بالوراق النبتة من خلالهم بيفوت الكربون دايوكسيد وبيظهر الأكسجين. Organic matter forms with water the elaborated sap which is translocated through conducting vessels from the leaves towards the roots. فإذا الأورجانيك ماتر اللي صنعتها النبتة بالليف بالأوراق مع الووتر بيكونوا لنا الإلابوريتد ساب، يعني هن المواد العضوية اللي صنعتها النبتة بيكونوا الإلابوريتد، بنسميهم إلابوريتد ساب. هن الأورجانيك ماتر بلس ووتر فورمز ذا إلابوريتد ساب اللي بتنقلهم النبتة من الأوراق لأنه هي صنعتهم بالأوراق، بتنقلهم على أجزائها through conducting vessels عبر الشرايين الناقلة اللي اسمهم conducting vessels from the leaves على stem بعدين على roots. The excess organic matter زيادة الorganic matter بعد ما تاخد النبتة حاجتها الاكسس لزيادة accumulates in the storage organs بالtubers وبالfruits. فإذا زيادة الorganic matter الزيادة اللي بيبقوا بتجمعهم النبتة بأعضاء التخزين بستورage organs اللي هن tubers اللي هن below soil الموجودين تحت التراب مثل مثلا حبة البطاطا وان fruits اللي هن above soil فوق السويل يعني فوق التراب فوق الأرض بتخزن ال excess of organic matter in fruits بالفواكه. فإذا هيدي هيدي اللي بتصير during photosynthesis كل شي بيصير عنا خلال عملية الفوتو synthesis.